نصيحة لتنظيم الوقت. أولا، أهلا يا شيخ أيمن. الناس نسأل عن أوقاتنا، فأولا اسأل الله التوفيق، اسأل الله التوفيق. ثانيا، افزع إلى الصلاة بمجرد سماعك الأذان. وقد قالت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء، يعني في صلاة الفجر، قالت وثب. يقول الراوي والله ما قالت قام، إنما وثب، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. ثانيا، ابدأ يومك بصلاة الفجر واجلس إلى أن تطلع الشمس في ذكر لله وتلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن تنقضي أذكار الصباح والمساء. أبدأ يومك بأربع ركعات بعد طلوع الشمس لقول النبي عليه السلام، قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. ابتعد عن الله ومواطن الله، ابتعد عن الله ومواطن الله، ودعك من العبث الذي يعبثه الناس من ضياع أوقاتهم في المباريات وفيما لا فائدة فيه. وقد قال تعالى الذين هم عن اللغو معرضون، فلا تجلس مع قوم يضيعون لك وقتك، لا تجلس مع قوم يضيعون لك وقتك ويلغون ويخوضون مع الخائضين. ورفقة الصالحة خير معين بعد الله سبحانه وتعالى، مع سؤال لا توفيق.